غالباً ما نرى أن الوظائف التي نجهلها تشكل إحدى التفاصيل المحددة لشخصية كل منا، لكن إقدام المرء على ربط هويته بوظيفته أكثر من اللازم قد يكون أمراً خطيراً. فما الذي يمكن أن نفعله حيال ذلك؟ للوهلة الأولى قد لا يبدو لك أن ثمة ارتباط بين اسم مولر، والذي يشكل اللقب العائلي الأكثر شهرة في ألمانيا وسويسرا، وميلينيك، والذي يحتل المرتبة نفسها في أوكرانيا، لكنك ستعرف إذا كنت مهتماً باللغات التي يتحدث بها أبناء هذه الدول أن الاسمين يعنيان الطحان، أي من يعمل في طحن الحبوب. وإذا انتقلنا إلى سلوفاكيا، فسنجد أن اللقب العائلي الأكثر شيوعاً هناك هو فارغا، وهي مفردة تعني الإسكافي، أي من يعمل في مجال صنع الأحذية. الأمر لا يختلف كثيراً في دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة، إذ ستجد سميث هو اللقب العائلي الأشهر، ويشكل هذا الاسم جزءاً من المسميات التي تطلق باللغة الإنجليزية على ممتهني العديد من الحرف كالحداد وصائغ الفضيات وصانع الأقفال وصانع الأسلحة. وتعود هذه الأسماء إلى العصور الوسطى، عندما كانت المهنة التي يعمل بها المرء تشكل سمة مميزة ومحددة لهويته، إلى حد تحولها إلى اسمه بشكل حرفي. الآن بات الوضع مختلف، إذ لم تعد المهن التي نجهلها تعكس نفسها حرفياً على أسمائنا، وذلك رغم وجود فرضية يطلق عليها اسم الحتمية الإسمية، التي تشير إلى أن المرء ينجذب إلى المجالات المهنية التي تناسب اسمه. مع ذلك لا تزال تلك الأدوار الوظيفية تشكل جانباً رئيسياً من هويتنا. فمن بين أولى الأسئلة التي ينزع كل منا إلى طرحها على من يتعرف عليه حديثاً سؤال يتعلق بالوظيفة التي يشغلها. في كل الأحوال بات الكثيرون منا يعرفون أنفسهم عبر المهن التي يشغلونها، وهو ما يلحق الضرر بهم في كثير من الأحيان. فكيف أصبحت مهنة المرء مرتبطة بشكل وثيق للغاية بهويته؟ وهل فات الأوان لأن نفرق بين التصورات التي يكونها كل منا عن نفسه وحياته المهنية أم لا؟ دعا خبراء لتجنب بعض الوظائف لقدرتها الهائلة على إحداث تغيير في شخصياتنا، مع توضيح الضرر الذي قد تسببه على المديين القريب والبعيد. فمن المؤكد أن قيامنا بعمل ما لمدة طويلة سيكون له تأثير قوي على طريقة تفكيرنا ونفسيتنا، والأمران سيئان بالنسبة للعمل بمعدل 40 ساعة في الأسبوع الواحد. وعلى الرغم من إيجابيات هذه الوظائف، فإن لها تأثيراً سلبياً أيضاً، مثل إدمان رجل الأعمال على تفقد بريده الألكتروني باستمرار، أو تصرف أحد القادة العسكريين داخل منزله كما لو أنه في تكنة عسكرية. ومن أكثر الوظائف التي تؤثر على شخصية الفرد وهويته هي مهنة الصحافة، المحاماة، الهندسة وإدارة الأعمال.